حضراتكم لما تشوفوا القفزات اللي تمت في العلاج قفزات غير مسبوقه. النهارده سقف العلاج في ال من كان 20 بقى 30، في القلب المفتوح والكانسر 50,000 جنيه، في زراعه الكبد 150,000 جنيه، في الكلى 50,000 جنيه. اصبح دي ارقام، دي ضعف الارقام اللي كانت موجوده السنه اللي فاتت. الضعف اللي موجود، مساهمه النقابه فيها 90%. هات لي نقابه مهنيه في مصر بتساهم بنسبه 90% مع سقف اللي احنا بنقوله ده. لا نقابه الاطباء ولا نقابه التجاريين ولا نقابه المهندسين ولا نقابه الزراعيين بتقدم لابنائها هذا الذي نقدمه في نقابه المحامين. لكن ده معناه ان احنا مكتفين؟ لا مش مكتفين. كلما كان هناك مورد ونستطيع ان نوظفه للمحامين هنوظفه. انت بتتكلم على زياده المعاش؟ ما فيش في الدنيا معاش من غير ما تدفع عليه. حتى التامين بتاع معاش الدوله، تعال شوف اللي بياخد الحد المعاش الاقصى ب 1200 و1300 جنيه. اي وكيل وزاره في مصر، اي وزير في مصر بيطلع ياخد المعاش 1200 جنيه 1300 جنيه. بس بيدفع كام في الشهر؟ بيدفع كام في الشهر من مرتبه اللي بيتم خصمه؟ ده رقم. احنا ما بندفعش كل شهر حاجه ولا اي حاجه، هم الاشتراك بتاعك 200 جنيه. احنا بنوظف، احنا لما رحنا التامين والمعاشات علشان ندخل معاشات المحامين مع تامين المعاشات قالوا لنا بتاخدوا كام اشتراك؟ قلنا ما بناخدش. دخلكم كام اهو؟ عدد المحامين كام اهو؟ قالوا انتوا مجانين. انتوا ازاي عايشين؟ انتوا ازاي متصورين ان احنا ممكن نقبل ده؟ علشان اقبل ادخل المحامي عندي في التامين والمعاش يدفع 176,000 جنيه الاول عن اللي فات، ويبدا يدفع معايا الحد اللي انا باخد بيه من باقي الجهات الاخرى. انا لما جيت احسب، انا لو قلت لكل محامي تعالى ادفع لي 176,000 جنيه عشان اخلف المعاشات، ما انا لو خدت نص دول انا هضاعف المعاشات باللي عندي، بالتدوير اللي عندي في المعاشات اللي وصلت النهارده 50 جنيه عن كل سنه اشتغلت، ومع زياده دوريه 5%. هو ده كان موجود قبل كده؟ هو ده كان موجود؟ ما كانش موجود قبل كده. اتكلم على الحد الادنى للمعاش النهارده 750 جنيه الحد، يوم واحد في المحاماه، يوم واحد في المحاماه الحد الادنى فيه 750 جنيه في الشهر. النهارده كل المعاشات القديمه زودناها، كل المعاشات القديمه زودنا للارمله 100 جنيه في الشهر، وزودنا للاطفال 100 جنيه في الشهر مع زياده دوريه ايضا مع المحامين مع المعاش بتاعنا. يعني كل ما بيزيد المعاش العادي بتاعنا بيزيد معاش القديم معاه 5% كل سنه. اول مره زاد 10% وبعد كده كل سنه 5% بيزيد. طبعا نتمنى ان يبقى عندنا موارد نضاعف ده، نتمناها بس كمان من غير مخاطره. وانا سهل اقول لك انا اخلي الاثنين اربعه، بس النقابه بعد سنتين او ثلاثه وبعد ما سمعوا 10% مش هتخلص. دي مش امانه. الامانه تقتضي، وانا مش صاحب مصلحه انك تقول والله احسن ناس عملوا الفلان الفلاني وعمل لنا المعاش 10,000 جنيه وعمل لنا العلاج 200,000 جنيه. ما ينفعش اضحك عليكم. سهل ان انا اعملها سنه واثنين، سنه واثنين بس النقابه تروح. دي حسبه اقتواريه، اذا ما اتظبطتش النقابه تروح. احنا ماشيين كويس وعاملين فائض كويس. يعني شوفوا مع التدقيق ده ومع الضبط ده ومع رسوم التصديق اللي كانت بتروح على نقابه المحامين اللي جبناها نقابه المحامين، النهارده دخل نقابه المحامين بقى فيه فائض. رغم كل الزيادات اللي احنا عملناها دي، رغم كل الانفاقات اللي احنا عملناها، احنا عندنا فائض 680 مليون جنيه مصري. دول بيجيبوا فوائد بتضخ في الصندوق علشان نقدر ندعم، انما هفرقهم دلوقتي لو فرقتهم هخسر 120 مليون جنيه في السنه فوائد، وابقى ضيعت رصيدك، ضيعت ال 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 الكاش اللي موجود في حسابك علشان يغطيك في اي ازمه من الازمات. ده انا غير مرخص ليا بالمغامره فيه. احنا رغم ان كل المصاريف دي احنا بنبني مبنى نقابة المحامين مش متاثرين، احنا بنبني نادي المحامين في اسوان مش متاثرين، نادي المحامين في المنيا مش متاثرين، بنجدد اسكندريه مش متاثرين. اللي طلب مننا في بنها علشان المستشفى فوق احنا ما تاخرناش عنه ومش مقصرين، واي حاجه مطلوبه للمحامين بنها علشان ناديهم علشان مقرهم مش هنقصر وهندفع لصالح المحامين. مش عايزه كلام،
المهم انه يبقى في شفافيه في العرض، في شفافيه في المعلومه، وايضا في حسن نيه في الحساب. وانا يعني عشان ما نترفضش لبعض، اصل اسهل حاجه اقول لك انتوا فلوسنا فين؟ ما احنا مش عارف ايه، احنا بناخد ايه، طب احنا نعمل ايه، طب انا لما اعمل معاش الدفعه الواحده للمحامي المتوفى، هو انت بتشوف حال الاسر، كنت بتشوف حال الاسر المحامين اللي بيتوفاها الله في مقتبل العمر، مش في اخر يعني اللي في عمرنا خلاص مبقاش فيهم مستحق للمعاش تقريبا معانا. لكن تعالى للمحامين المتوسط الاعمار، الشباب اللي 10 سنين محاماه و15 سنه محاماه ويتوفاها الله، كنتوا بتعملوا ايه مع الناس دي؟ مش كنتوا بتجيبوا المناديل وتلموا لهم فلوس؟ علشان مش كده؟ لما انا اعمل في المعاش حاجه نظام الدفعه الواحده للاسره دي، ها؟ انت كده مش بتكرم نفسك؟ انت كده مش بتعفي هذه الاسره من انها تمد ايديها؟ ده ما يمنعش المحامي تدي، لكن انا بقول كنقابه ادفع للاسره دي النهارده، لانه دول اللي المفروض في كفالتنا. وفي اللي كان الشاب ده اللي مودي ابنه في المدرسه الاجنبيه واخد شقه بالقسط واخد عربيه بالقسط وبيدفع ايجار في المكتب وعنده مرتبات سكرتاريه، وفجاه هوبا المحامي مش موجود، بتعمل ايه الاسره؟ بتشحت. احنا حطينا النظام ده مش عشانك، وانت طول ما انت محامي واقف على رجلك انت تقدر تاكل نفسك، لكن في ذات الوقت انا اللي يهمني المحامي الغايب، أسرة المحامي الغايب هو ده الضعيف، هي إيه دي الأسرة الضعيفة، اليتيم اللي هيسيبه هذا المحامي زميلك أو ابنك أو أخوك، هو ده المهم، نبدأ بيه ثم بعد ذلك ننتقل لمواعي. بس خلي بالك مفيش في الدنيا نقابة بتدي مرتبات لأعضائها، لا 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 ما تبقاش نقابة محامين، دي احنا مهنة حرة. مهنة حرة يعني إيه؟ يعني أنت ممكن تجيلك شغل واللي جنبك ما يجيلوش شغل، وأنتوا في مكتب واحد أو في دور واحد أو في عمارة واحدة، لا احنا ندخل في أعداء ربنا. النقابة هنا مش مهمتها انها تديك علشان تبقى قد اللي اشتغل، لا دي قواعد تانية خالص، انت وهو اللي بيشتغل واللي ما بيشتغلش بشكل جيد لهم عن النقابة حق واحد، انت لما بتعيا ليك حق العلاج وهو لما يعيا ليك حق العلاج، مين احسن مين اغنى مين اكثر مين دخله احسن، دي بتاعت ربنا مش بتاعت نقابة المحامين. لكن في النهاية انا سعيد بان احنا نلتقي عشان نفتح المواضيع، وهنفتح في جلسات قادمه ان شاء الله تبقى في فرص افضل، وننتقل الى تكريم شيوخنا واساتذتنا وزملائنا.